عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الخلاق العليم، خلق البشر من ماء مهين، وكرمهم بالعقل والدين، فمن لزم دينه كان من أهل الشرف والنعيم، ومن أعرض عنه كان أحط من البهيم، ومأواه دار الجحيم. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فلا يخفى عليه ذرة في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اجتباه ربه واصطفاه، ومن الخير أعطاه، وبواه مكانا عليا، وقربه نجيا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واطيعوه، واستمسكوا بدينه، وتدبروا كتابه، وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، فإن الدنيا دار عبور وغرور، وإن الآخرة دار حبور وسرور، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الناس، لكل نبي أتباع وأعداء، ومحبون ومبغضون، وناصرون وخاذلون، يكثرون ويقلون، وقليل من الأنبياء ليس له تابع ولا مناصر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا ومناصرا، ولذا بقي دينه إلى آخر الزمان، وختمت النبوة به، وكانت أمته خير الأمم. ومن أكثر الأنبياء تابع موسى عليه السلام، لكن أكثر قومه من بني إسرائيل خذلوا في غير ما موقف، ولم يناصره إلا قليلا منهم. وممن ناصره يوشع بن نون ابن إبراهيم عليهما السلام، وكان من أكبر أصحاب موسى عليه السلام، ومن آمنه به وصدقه ولم يزل معه إلا أن مات، وخلفه في شريعته
فكان من أعظم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى، وهو فتى موسى في رحلته المشهور للخضر المذكور في سورة الكهف في قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولم يسمى في الآية، لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر قصة موسى فقال في سيقها: فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزل عندها، رواه الشيخان. وحين رفض بنو إسرائيل الجهاد وتحرير الأرض المقدسة من الشرك خوفا من أهلها، كان يوشع بن نون عليه السلام أحد الرجلين اللذين حرضا بني إسرائيل على الجهاد ودخول الأرض المقدسة، كما في القصة المشهور في سورة المائدة: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن بني إسرائيل نكلوا على الجهاد وخذلوا موسى عليه السلام فعوقبوا بالتيه 40 سنة. توفي خلالها موسى عليه السلام فخلفه في النبوة والقيادة يوشع بن نون، وهلك أكثر ذلك الجيل الخوار الجبان ليخلفه جيل التربى في التيه عن الشدائد والإيمان. فقادهم يوشع لفتح بيت المقدس ففتح الله تعالى عليهم. فالمعجزة التي حصلت للنبي بحبس الشمس حتى فتح الله تعالى عليهم جاء خبرها في حديث آخر بتسمية هذا النبي وأنه يوشع بن نون عليه السلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. وفي قول يوشع عليه السلام لقومه وهو يحضر لغزوة وفتح بيت المقدس: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر بلادها. دليل على أن متاع الدنيا من الزوجة والولدة والدار والمال تشغيل العبد في كثير من الأحيان عن الطاعات وتصده عن الجهاد في سبيل الله تعالى. رحمته بزوجته من الترمل وولده من اليتم وميلا إلا الدنيا وزهرتها. ولذا منع يوشع أن يتبعه من قلبه متعلق بشيء من الدنيا. والله تعالى يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي حديث التحريم الغنائم على الأمم السابق وحلها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من خصائص هذه الأمة، وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه سميع مجيب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا ليال وحاقنا يا مركا لقوض الله يقصوينك بني إسرائيل إن الله سبحانه وتعالى أصدري نبيال آدي أدفر بضل نبيال الله أصدري ليس كمد هاين
قصه يوشع بن النون وانا قصه ما انت ان شاء الله كدل مري دونا انت وقتي ونغا سامحو وحان نغنهي الله سبحانه وتعالى انه صادر موسى عليه السلام وللكيس هارون ولا صادر قومية بني إسرائيل سيدا وقتي إن بني إسرائيل ومضاه الله صادري ومضاه ودي بنا إياها إن والنبي يشو القارة إدلاني قارة حكا ديغان هذا بنيان الله سبحانه وتعالى واتيو محايا هذا يوصو ديري نبي الله موسى عليه السلام أنا ما محايا هذا قطبة وصوخ العسين يو حار ربائنا الكبرى رجيو نبي الله موسى عليه السلام قصدي وانوغي ذين أحمر تأسيقي يو نبي الله خضري بعض العلماء وحيدها النبي أيها قارنا وحيدها ونن صالح أو علم بضري وها لكن قوم راجح وأن راعي نواحة ويه إن نبي الله خضر نوها النبي ذي أم بيذي كم دها موسى حاولين إن هذا هو هذا خضر سيدو علم موسى ضلبضة وحان لسعدي مركز ولد لقمة عابي يوشع ابن نون وتعالى سبحانه وتعالى في سورة الكهف وليه وين قال موسى لفتاه لا أبرح فتغلقها الله إنه يهي يوشع بن نون عليه السلام وحاوبنا هي يوشع بن نون نبي نميسي نوقاتي مركي نبي الله موسى إبن يين قوم كيسا يسنكونا هين يعني إن فيها قوم جبارين مركي ودها نبي الله موسى أن كتحان وأن تقنو أرض المقدس بيت المقدس عن قرآن أو دبا وسوع شنو إلى يكون أهل بني إسرائيل إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وحاكو جرو ضد محايا هذي موين أنا أنا كمان بحدونا وماشا مقل دونا إلا أيوه إن شاء الله أيه كبحان والله سبحانه وتعالى تي وكسا لذي تي أو أفرت السنة السعودي والله سبحانه وتعالى نلك أولو الرقي وإنت عفو السنة أفرت السنة الوقي ياسين محايا هذي وريقي سنين حل غاس وحاجر يذي نبي الله موسى عليه السلام وحان اختلاف اللو دي بي والنبي نبي ذقاتي نبي الله يوشع عليه الصلاة والسلام وحان حل كاس يهر كاس لجوغي جيلكي يعني نبي الله موسى حل كاس يكوبا بين وحان صهر جيلكي نبي الله يوشع عليه السلام وحان شيء نبي الله يوشع عينو كودهي حل كليا لقد بادي كرا يعني تيها الله وبح كرينا يتهي إنهم هي هذي دمانتين الله سبحانه وتعالى أعضيذين ما دام مع مركو هرب يعني أنسى ميسين معصي وأدم سبحانه وتعالى دينيسين قصوين كأيغو أداد فربضل مركي ودورنا نبي الله يوشع عليه السلام إنهم هي هذي دقالك قلو وحيابو كدورنا عيدن كيسو هي هاي القضباء أداد فربضل صد حيان هي ذكتل مع مين دونا وحو دورتي قفول بو محايا هذي قور كو عصبا بريغاس ومحايا هذي قور عصب قلي إنوصن محايا هذي دالك غيب قلين قفول بو قوري صوان استي وقوري يسو اللي محايا هذي نماسرين وصنقاتك كاروالي عن ديبو دماسرين إنو محايا هذي أسيقان هارب إيو قف لغي عبين محايا هذي حيوان كيس مسحولي ودقنا إيه ولي محايا هذي ودالين سدع راقف عين كيس واكبحيي وحين تقلنا محايا هذي وسيواتي واتي الله سبحانه وتعالى أوليه يعلم أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يعني وحور ربي أسيقا دادك كليهم هي هذي عيدنك كجرة ودقالك قلائنا نقدان داد قلبته إذا هي قلبي أشو ذا ديار روح إلي الله سبحانه وتعالى ودقال لمان هو أنا الملك لكم مشكول سنين وحنبنا هي ومضيه هراء الله سبحانه وتعالى وحكما نعيي غنائمته حادي عجرت مرة لبو دقالك لقلق وغنائمت محايا هذي لصوضا روريو إن دبو إماضه وقاتو غنائمتاس الله سبحانه وتعالى لكن أمد نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحلالي وحالو دليلها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ولا لا ينحى أبنها بيت المقدس إنه هي خط الأحمر the red line ومسلمين تمحايا هذي أي لغرب إلى كنت جهة تمام ومروا البضوء أي قلوبته إذا ماشي أسئل يال وحانا نغرب وأن أقنى هاي غزوين فرب إنه ماشي كد عين ماشي أسين أهد عددي إسراء والمعراج إلى كد عذي دعذين فرب ذل وحانا نغرب ميل البعين جوغنا الله سبحانه وتعالى إلى أن قصة حصوصنا
ميل والبنا محي هذا ولا لين فلسطيني لا كسو حسوسنو. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوانا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخوانا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخوانا المسلمين في رفح. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائل الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. صلوا على اللي هيشفع فيه.